السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كانت قناة خير فلوج. النهارده في مقطع جديد ومقطع اسمه هناك نوعان من الناس في هذا العالم. يا ترى بقى يعني قارن نفسي بيني انا وبينك، يعني يا اما مثلا ايه، يعني تاكل بسكوت تاكل بسكوت قطعة ولا تاكل حتة حتة؟ قارن نفسي بيني انا وبينك. خليكم على المقطع، يعني انتوا شايفين المقطع اهو، انا بسيب الاطراف على الجنب الا بقى لو الاطراف دي مثلا عليها كاتشب كده، يعني لو كنت بسيب الاطراف يعني. بص انا بستخدم الايد لما يكون قدامي فتة مثلا، ايه فتة باللحمه بقى، وخش كده على طول بالايد ولا استقاله على طول كده بس كده. لكن لو في رز او مكرونه بستخدم طبعا المكرونه بالشوكه والرز بالمعلقه. انا بشوف السعر الاول وبعد كده بشوف اللي قدام الوجبه قدام السعر. صراحة انا باكل اللي هو على الجنب على اليمين ده، مش باكل مربعات صغيرة، لا باكل كله كده على طول. انا بحب الكاتشب اكتر. ايه ده؟ لا مش مهم، انا اظن اعلم من الراجل الحمام. لا مش مهم، مش عارف، انا اندرويد مش ايفون طبعا. انت بقى لو يعني عايزين نجيب الايفون يبقى يعني زادات بقى وكده عشان يبقى فلوس، انا فلاس فلوس. بصوا في الغالب انا باكل اللي هو اللي على الجنب السادة، لكن لما بحب انا بحب الجبنة، لكن في الغالب باكل السادة. لا انا بحب الكاتشب على البطاطس، بحب شها بره كده، بحب اجي بره بدل ما اقعد اعمل بقى بداية. انا اللي هو 50 كيلو جرام ده لكل ده. ويبقى كده خلصنا المقطع بتاعنا. لو عجبكم المقطع يا ريت لايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. زوفيني من الانستجرام والفيسبوك هنا، عشان هنا بالظبط يعني. ويلا استنوني بالفلوج اللي جاي. السلام عليكم.